نتابع في ملفنا الثاني. منذ فترة طويلة يتطلع أهالي منطقة عسير إلى رفع جودة الخدمة الطبية والخدمات البلدية. خطة استكمال مشروعات منطقة عسير الأساسية المتنوعة جاءت لخدمة أبناء وبنات المنطقة وتلبية لاحتياجاتهم. نشاهد هذا التقرير ثم نعود. بهدف استكمال المشروعات الأساسية في منطقة عسير ورفع جودة الخدمات الطبية المقدمة في مدن ومحافظات المنطقة ورفع كفاءة حركة التنقل برا وجوا، وجه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان باستكمال المشروعات الأساسية لمنطقة عسير في الصحة والنقل والخدمات البلدية خدمة لأهالي المنطقة وتلبية لاحتياجاتهم. ومن بين أهم المشروعات الأساسية التي ينتظر استكمالها في منطقة عسير مدينة الملك فيصل الطبية بسعة سريرية تفوق 1000 سرير، حيث ينتظر أن تخدم المدينة الطبية التي تضم مستشفى تخصصيا ومركزا للقلب وآخر للأورام وثالثا للعلوم العصبية، إضافة إلى تخصصات دقيقة للأطفال في 4 مناطق رئيسية هي عسير والباحة ونجران وجازان. كما تم اعتماد إنشاء طريق يربط عسير بمنطقة جازان بتكلفة 6 مليارات ريال، بالإضافة إلى توسيع الطريق الساحلي السريع الذي يربط عسير بمكة المكرمة وجازان ويبلغ طوله 700 كيلومتر بتكلفة تبلغ 4 مليارات ريال. ومن بين مشروعات النقل في المنطقة توسيع الطريق الساحلي بين جدة وجازان بكلفة بلغت 4 مليارات ريال، حيث سيربط عسير بمكة المكرمة وجازان بطريق سريع وسيختصر زمن الرحلة بين مكة المكرمة وجازان. فيما يخص مشروعات القطاع البلدي تأتي من ضمن مبادرات التحول الوطني التي تسعى لتحقيق 3 أهداف رئيسية تضمن الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية عبر تطوير النسق العمراني وتأهيل المواقع التراثية وتحسين الخدمات البلدية. للحديث أكثر مشاهدين الكرام عن هذا الموضوع ينضم معنا ضيفنا من داخل الاستوديو الأستاذ يحيى سليمان المحلل الاقتصادي. أهلا وسهلا فيك أستاذ يحيى. أهلا وسهلا فيك، الله يحييك. أستاذ يحيى، يعني بداية، منطقة عسير هي منطقة تعتبر حدودية وذات كثافة، تعتبر حتى سكانية عالية. لو بحثنا في كل مدينة في المملكة العربية السعودية لها ما يميزها تقريبا، لكن اليوم عندما نتحدث عن عسير تحديدا، لماذا توجيه البوصلة نحو عسير؟ هل هناك ما يميزها عن يعني باقي المناطق الأخرى؟ ولماذا المنظومات الثلاث، الصحة والنقل والخدمات القروية؟ تفضل أستاذ يحيى. بسم الله الرحمن الرحيم. الصراحة أنا سعيد جدا بتواجدي في هذا الموضوع بالذات، لأنه أنا السنة اللي فاتت كنت في عسير، الصيف اللي فات كنت في أبها، ولفت نظري يعني كثير من الأشياء اللي وجدت، يعني معظم المشاريع اللي صارت قريبة جدا من ملاحظاتي اللي أنا يعني لاحظتها. يعني كان في نقص يعني في بعض الخدمات البلدية، وأشوف في مشاريع بلدية قوية، وكان في نقص في بعض الخدمات الطرق وما إلى ذلك، وأشوف يعني وزارة النقل مجتهدة. فيعني تماشيا مع الرؤية، يعني أحد الأهداف الأساسية في الرؤية يعني خلق مدن أفضل للحياة، خلق فرص عمل أكبر، خلق إمكانية من يعني من استخدام الإمكانيات اللي موجودة عندنا في السعودية، ولله الحمد، جغرافيا واجتماعيا بشكل يعود على أهل المناطق بالنفع. وجدنا ولله الحمد أنه يعني فيه كثير من هذه الأمور متوفرة في أبها. أبها تتميز، أو يعني عسير بشكل عام تتميز بالطقس الجميل خصوصا في الصيف، تتميز بالمناظر الجميلة والخلابة، أو يعني وغير مستغلة بشكل كافي. فهذا التوجه يعني يدعم معظم الاحتياجات اللي المواطنين في المنطقة يحتاجونها، بالإضافة إلى الزوار والضيوف
اللي يزورون أبها مثل المطار مثلا. نعم يعني. أستاذ يحيى، ربما ذكرت نقص في الخدمات البلدية والخدمات وتحسين جودة الحياة لأهالي منطقة عسير، أيضا جاهزية المنطقة بأجواءها للاستثمار. ينضم إلينا الخبير الاقتصادي الأستاذ ناصر القرعاوي. أهلا وسهلا فيك أستاذ ناصر، نرحب فيك. تسمعني أستاذ ناصر؟ أي نعم أسمعك. نعم أهلا وسهلا فيك، مساء الخير. مساء النور، حياكم الله جميعا والمشاهدين. أهلا وسهلا فيك أستاذ ناصر. تحدثنا يمكن في البداية أنا والأستاذ يحيى ضيفي من داخل الاستديو عن نقص في الخدمات البلدية وهذه المنطقة التي تتمتع بكافة الأجواء اليوم وكافة المعايير التي تؤهلها لدخول بعض الاستثمارات ولدخول مثلا بعض القطاعات التي ستكون بالنفع لها ولأهلها. المخرجات الهامة لمبادرات القطاع البلدي خاصة، ما هو الأثر المباشر الذي نستطيع مثلا القول أنه سيحسن من جودة حياة خاصة لأهالي منطقة عسير؟ شكرا لكم جميعا. أولا الشكر لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد الأمير محمد التي أثمرت هذه المجموعة من المشاريع نتيجة زيارة الميمونة والكريمة للمنطقة منذ أسابيع وتلمس احتياجات المواطنين عن قرب، وبالتالي فأن ما قام به الوزراء من عرض أمس للمواطنين وبتوجيه كريم من سمو ولي العهد لإعطاء المنطقة حاجتها من الاحتياجات الأساسية التي ارتبطت بمشاريع يعني تأخرت إلى حد كبير، خاصة في القطاع الصحي والخدمات البلدية بالإضافة إلى النقل، وهذه المنظومة الثلاثية هي البنية التحتية التي ستجعل من المنطقة قابلة للاستثمار، ويجري حاليا إعداد المشاريع التي ستقفز إلى مصاف ما حدث في الشمال في شمال المملكة أو على البحر الأحمر، والمنطقة يعني ذات خصوصية وذات احتياج. فبالتالي ما حدث بالأمس في أوساط المجتمع في المنطقة الجنوبية واليوم في المكاتب والمدارس و المجتمع الجنوبي مستبشرون خيرا بهذه الإطلالة على المشاريع، لأن هناك نقص كبير جدا خاصة في القطاع الصحي والخدمات التحتية. فهذه القفزة النوعية وتحديدها وتحديد سقف زمني لتنفيذها حينما يطرح أو يطرح الوزير مسمى مشروعه أو ما يلتحق بوزارته فهو يحدد فترة زمنية لذلك، ولذلك نحن ننتظر الفترة الزمنية وهي ليست بالبعيد على أن تكون المرحلة القادمة هي للمشاريع التي تقفز بالمنطقة إلى مصاف العالمية. هناك الكثير، هناك في أروقة المجلس الاقتصادي ويديرها محمد بن سلمان الرجل الذي قاد المملكة إلى مصاف العالم المتطور، ولم يعد الحلم كما كان حلما أصبح حقيقة. أصبحنا الآن في مرحلة نتجاوز فيها عمر الزمن ونتجاوز فيها الصعاب، وبالتالي فإن منطقة عسير ستلحق إن شاء الله قريبا بمشاريع ضخمة جدا في مجال السياحة والترفيه وعلوم الفضاء. نعم بإذن الله. أستاذ ناصر، تحدثت عن الجدول الزمني، دعني أنتقل لضيفي في الاستديو الأستاذ يحيى. أستاذ يحيى، الجدول الزمني في كلمة لوزير الشؤون البلدية والقروية أمس قال فيها أن عسير فاتها القطار، عندما يعني نذكر كلمة فات أو فعل فات هو بمعنى أنه هو مضى القطار. طبعا المساءلة على ما فات والمماطلة مثلا وتعطيل مصالح المواطنين هي طالت أغلب المسؤولين اليوم الموجودين من قيادتنا الرشيدة. اليوم قراءتك للجدول الزمني للمشروعات المتعثرة واستكمال المشروعات المتعثرة لعسير هو نهج الدولة حاليا، يعني أصبح نهج مختلف اليوم، هي متابعة ومراقبة حتى التنفيذ والترجمة حتى أرض الواقع، تفضل. نعم. نظام التحديث اللي حصل في كيف تدار المشاريع في المملكة مهم، وقفزة نوعية في طريقة إدارة المشاريع للبنية التحتية وغيرها. يعني قبل حوالي شهر كان فيه يعني عيد إلى صح التعبير بالنسبة للاقتصاديين فيما يخص البنية التحتية ومجموعة من المشاريع بما فيها موانئ بما فيها طرق على مستوى المملكة وفي معظم الأماكن اللي تحتاجها الدولة.
الآن صار فيه يبدو لي أنه يعني أكثر مساءلة، أكثر دقة، خطط نعم. عمل ومتابعة من في يعني مكتب يسمونه مكتب البي ام او او البروجكت مانجمنت اوفيس، إدارة المشاريع. هذا المكاتب سواء في الوزارات او في الإدارات الحكومية المختلفة، وترجع وتعطي تقاريرها الى المجلس الاقتصادي الأعلى. هذا يعطي المشاريع تحديد في التنفيذ وايضا في مدى النجاح. فأصبح عندنا الآن ليس مساءلة بقدر ما هو متابعة حثيثة لا. على أساس أن تتم المشاريع. الآن لنأخذ، لو أخذنا بعض المشاريع التي أقرت أو أعلنت في الأمس نجدها مشاريع مهمة. يعني نتكلم عن طريق مهم جدا سيتم إنشاؤه بكلفة عالية، أيضا طريق ثاني يحتاج إلى تحسين ووضع طريق موازي له لرفع مستوى الأمان والسلامة. هذه أشياء مهمة جدا في ما يخص الانتقال من وإلى المنطقة. كثير من الناس يعني تحتاج أنها تذهب هناك، فلما تحاول أنها تذهب هناك تجد صعوبة إما في المواصلات الأرضية أو حتى في المواصلات الجوية. يعني المطار كان صغير، ونلاحظ أنه الآن صار فيه توجه على يعني فتح المطار الجديد إن شاء الله قريبا. الطرق بعد ما يعني يضاف لها الإمكانيات ما بين جيزان ومنطقة عسير، وأيضا ما بين جدة وعسير، احتياجاتنا هناك قاعدة تزيد. يعني مدينة الاقتصادية المهمة جدا هناك وتحتاج إلى بنية تحتية، عندنا أيضا القواعد العسكرية، عندنا أيضا الزوار والسياح، هذه كلها تحتاج إلى بنية تحتية. وواضح أنه يعني الخطة بشكل عام متوازية مع الرؤية، وهذا يسمح لسمو الأمير محمد أنه يعني يواصل مراقبة أغلب المشاريع اللي يعني صار نعم قائمة ومتابعة بقى. المشاريع حتى نعم. انتهاءها، لأنه أحيانا المواطن حتى البسيط أستاذ ناصر تعليقا أو تعقيبا على حديث الأستاذ يحيى يشعر وكأنه متخوف أن المسلسل سيعود للتعثر بعد 5 سنوات. أيضا اليوم المشروعات في مختلف الاتجاهات، البوصلة على منطقة عسير لكن المشروعات متعددة، هي 3 مشروعات متعددة. المواطن البسيط اليوم في منطقة عسير يريد أن يعني يعرف الجدول الزمني، خاصة إذا ما تتبعنا تعثر أي مشروع وجدنا أنها مثلا تعود إلى المقاولين أو البيروقراطية أو المركزية حتى في القرار. تفضل أستاذ ناصر تعليقك. ما في شك من ما يعني من ثمار الرؤية أنها كشفت الكثير من مصادر الخلل في تأخير المشاريع أو تعثرها، وحتى أيضا إدارة المرافق الحكومية سواء كانت وزارات أو قطاعات مختلفة. فبالتالي هذا الأمر لم يعد مقبولا، ولم يعد أيضا هناك من يبرر بقاء في ذلك. مثلا الطريق الاستراتيجي المحوري بين عسير وجازان تم صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين رحمة الله عليه الملك عبد الله في 2008 على إنشاء هذا الطريق، ولكن مع الأسف أنه أيضا المشاريع الثلاثة الرئيسية التي تحدث عنها بالأمس، سواء كانت الجامعة جامعة الملك خالد ولها أكثر ما يقارب 30 سنة وهي تزحف الرويدة نحو أنجازها، بينما جاءت جامعات أخرى وسبقتها من الجيل الثاني والثالث. الأمر الآخر أيضا المشاريع التي هي تأتي على ضفاف الاحتياطي من الميزانية، والاحتياطي دائما يكون زائدا أو يكون أقل من ذلك. فبالتالي هذه المشاريع تعثرت لأنها لم تكن مرتبطة بميزانيات الدولة، وحينما حددت الأرقام وما يستبشر به في المنطقة هو قول الأمير محمد حينما بلغ المسؤولين الدعم المادي مفتاح لكم، انقذوا المشاريع التي تعثرت لأنها مهمة جدا في الرؤية، وهي التي ستحرك الغطاء البشري في المنطقة. المنطقة عسير فيها أكثر من 2.25 مليون مواطن، أغلبها تحتاج إلى التوطين، تحتاج إلى التعليم، تحتاج إلى اللحاق بركب
المناطق الأخرى، ننظر إلى ما يحدث الآن في جازان. منطقة جازان الآن أصبحت من أفضل المدن وستكون إن شاء الله منافسة للجبيل وينبع. ننظر إلى ما يحدث الآن في البحر الأحمر، ننظر ما في نيوم. هذه المنظومة الكبيرة تحتاج في مجال البلديات تحديدا، هناك مشروع على 30 كيلو متر مربع على البحر الأحمر، خرائط منتهية ومواصفات منتهية ودراسة منتهية، لكن أين التنفيذ؟ أين الزمن الذي يقال فيه بدأ المشروع؟ لأنه أيضا منطقة عسير خلال 10 دقائق تستطيع أن تنتقل من درجة البرودة أو درجة الحرارة 8 درجات إلى 25 في ظرف 10 دقائق. هذا التميز وهذا التنوع هو أيضا لدينا الكثير. ننتظر إلى علوم الفضاء وإلى علوم النباتات وإلى مشاركة القطاع التعليمي في أبحاث المنطقة، وهذا هو ما ديدا الدراسات التي يقوم بها. نحن ننتظر أيضا يكون لدينا في الترفيه مثل ما هو موجود في مدن أخرى. الصيف قادم وأربع شهور المنطقة تحتاج إلى فعاليات، حينما ننظر إلى المناطق الأخرى فيها من الفعاليات الاجتماعية الكثير ولكن ليست في كل مواقيتها. الصيف هو في منطقة عسير والمملكة، وسميت في السنوات القادمة الماضية أن عسير هي مصيف الخليج. نعم. ننتظر من هذا الدور أن يفعل. نعم أستاذ ناصر، دعنا على الهاتف معنا أيضا مداخلة مع المتحدث الرسمي باسم صحة عسير الأستاذ عبد العزيز الشايع. أهلا وسهلا فيك أستاذ عبد العزيز. مساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام والضيوف الأعزاء. أهلا وسهلا فيك أستاذ عبد العزيز. اليوم حديثنا عن المشاريع واستكمال المشروعات في منطقة عسير. من أهم المشاريع التي ستدشن مشروع مدينة الملك عبد فيصل الطبية بسعة سريرية تفوق 1000 سرير تقريبا، إنشاء مدينة طبية بهذا الحجم بالتأكيد أن من شأنه أن يرفع من مستوى الخدمات الطبية بشكل كبير في منطقة عسير. أيضا سيساهم هذا المشروع بشكل كبير في خلق عدد كبير من الوظائف لأبناء منطقة عسير. حدثنا أستاذ عبد العزيز عن هذه التخصصات الطبية التي سوف تكون في المدينة وكيف ستساهم في تطوير الخدمات الصحية أيضا، تفضل. شكرا لكم على هذا اللقاء. ويوم أمس كان يوم تاريخي ومميز في منطقة عسير، وهو باختصار شديد كان دلالة على مدى الاهتمام العظيم والبالغ الذي يولي مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد الأمين وسمو أمير المنطقة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم وتحقيق نهضة تنموية شاملة في جميع أرجاء هذا الوطن الغالي ومن ذلك منطقة عسير. بالعودة إلى سؤالك عن مدينة الملك فيصل الطبية، لا شك أنها مشروع عملاق ومشروع ضخم يضم أكثر من 1000 سرير ويحتوي على مركز متخصص للعيون، كذلك مركز للقلب، مركز للأورام، مركز تأهيلي، وكذلك مركز للعلوم العصبية بالإضافة إلى الخدمات الطبية المساندة. هذه المدينة الطبية ستقدم خدماتها وتعود بالنفع ليس فقط لأهالي منطقة عسير بل لجميع أهالي المناطق الجنوبية، نتحدث كذلك عن منطقة جازان ومنطقة نجران ومنطقة الباحة. سيستفيد أهالي تلك المناطق أيضا من هذه المدينة التي تعتبر مشروع ضخم وعملاق جدا في منطقة عسير. نعم شكرا لك أستاذ عبد العزيز، جهود مباركة ومشكورة لكم، نتمنى أن تعود بالنفع كما ذكرت أستاذ عبد العزيز سواء لمنطقة عسير وحتى للمناطق المجاورة وللمناطق الجنوبية بشكل عام. شكرا لك وجهود مباركة ومشكورة. شكرا لكم. أهلا وسهلا فيك. عودة مجددة لك أستاذ يحيى، يعني تحدثنا بشكل كامل عن المشروعات وبالتأكيد هي مشروعات تعود بالنفع اقتصاديا وبيئيا مثلا واجتماعيا على سكان المنطقة. اليوم إذا بدنا نتكلم عن التوظيف وعن توطين مثلا عن التوطين وعن السعودة وعن تقليص البطالة، أعتقد أن هي اليوم المواطن البسيط اليوم لما بيسمع استكمال مشروعات في عسير بتهمه هذه الأشياء أو ممكن المفاهيم البسيطة. تفضل أستاذ يحيى. نعم بالنسبة مثلا لمدينة الملك فيصل أعتقد الفائدة واضحة جدا، يعني بالنسبة للتوظيف ولل يعني ستفتح بلا شك يعني مهن طبية متعددة ومتنوعة ومكثفة بحكم عدد الأسرة وأيضا التخصصات الطبية المتنوعة. فمن ناحية أخرى يعني نجد أنه أيضا بيكون فيه
مشاريع تنموية مثل مشاريع النقل، وهذه أيضا تفتح مجال لفتح يعني أعمال واستثمارات حتى للقطاع الخاص وحتى للأفراد على يعني أنا أنصح الأغلب من الشباب وحتى من رجال الأعمال أن يهتموا بهذه التغييرات، لأنه اللي قاعد يحصل في عسير الآن ولله الحمد وفي المناطق بشكل عام بالمملكة بشكل عام صحيح متحرك ومتحرك بشكل سريع، فيجب عليهم أن يبادروا إلى يعني انتهاز الفرص. رجال الأعمال يجب أن ينظروا بجدية إلى ما يحدث، يعني مثل فتح طريق محوري ما بين جيزان وعسير أمر مهم جدا، يعني سيحتاج إلى استثمارات متعددة وسيفتح آفاق أيضا لفتح مشاريع متنوعة. وهنا دور رجال الأعمال أستاذ يحيى. صحيح نعم أستاذ تفضل إذا كان عندك في أقل من دقيقة أستاذ يحيى ضيق الوقت. أنا ودي بس أركز على الدور المهم للبلديات. البلديات يعني في جهد يعني تكلم عنه الوزير بالأمس فيما يخص رفع المستويات وتحديد يعني مستويات الفنادق والمطاعم وغيره، أعتقد يحتاجون البلديات أيضا إلى العمل مع رجال الأعمال بشكل أكثر التصاق وأكثر قرب لتحديد الفرص الاستثمارية. يعني مع كل الاحترام والتقدير للبلدية في أو لأمانة مدينة عسير، مريت على الموقع حقهم أشوف فرص الاستثمار، لقيت يعني قهوة كوفي شوب ATM بسيطة أشياء يعني ممكن تكون جدا. رغبة أهالي عسير أستاذ يحيى، يمكن الوقت عندنا يعني بسيط، ودنا أنه إحنا نتوسع في الموضوع خاصة الاستثمار في هذه المناطق، يعني من فنادق من مطاعم من زي ما حضرتك ذكرت أستاذ ناصر القرعاوي. قبل طبعا ما وجه كل الشكر لتواجدك معنا، ودنا كلمة أخيرة تضيفها في الختام تفضل. هي ثلاث نقاط يعني باختصار. أولا هناك مستشفى جامعي سعة 800 سرير بالإضافة إلى 1000 سرير أو 1100 سرير للمدينة الملك فيصل الطبية، فبالتالي ستنعش المنطقة، والمشروع المشترك ما بين الجامعة والشؤون الصحية و أيضا بعض من القطاعات التي لديها رغبة في الاستثمار في القطاع الصحي خاصة في الخدمات المساندة. الأمر الآخر، سمو الأمير تركي بن طلال يقوم اليوم بزيارة منذ فترة، وهو يقوم بزيارات مكوكية للمحافظات لحشد رجال الأعمال، والتقى برجال الأعمال في المنطقة وحثهم على المساهمة، ولكن أيضا اشتكوا في كثير من الحالات من البيروقراطية الحكومية التي لا تزال البيروقراطية يعني موجودة لا زالت للأسف، لكن بإذن الله حلولها يعني أعتقد مع قيادتنا اليوم والتوجهات الجديدة ومع الرؤية بإذن الله شكرا لك الخبير الاقتصادي الأستاذ ناصر القرعاوي، شكرا لك المحلل الاقتصادي الأستاذ يحيى سليمان، شكرا لكم مشاهدين الكرام لطيب المتابعة، شكرا وإلى اللقاء.